أعلنت صافي نار الثلاثاء 27 يوليو 2021 خطبتها على الفنان رامي دياب، وذلك في حمام السباحة، وتقدم هو بالاقتراب إليها ليخرج لها خاتم الخطبة زي ما هنشوف دلوقتي. وشارك رامي دياب في بعض الأعمال الفنية وعلى رأسها مسلسل الأبواب المغلقة والبارون، كما أنه من مشاهير السوشيال ميديا. وعلقت صافي نار على منشورها قائلة: قريبا هنقول مبروك. هنشوف بقى دلوقتي أسرار عنها أعتقد ما تعرفوهاش. كشفت الراقصة صوفي نار الشهيرة بصافي ناز الكثير من أسرارها الشخصية عن زيجاتها السابقة وقصة الثري الخليجي الذي أراد الزواج بها سرا، وذلك خلال حوارها لبرنامج الترابيزة والذي تقدمه أميرة بدر الأربعاء 18 نوفمبر 2020. ومن التصريحات التي قالتها صافي ناز في البرنامج: في بداية العشرينات من عمري اتعرفت على رجل أردني يعيش في شرم الشيخ ويمتلك مطعما وكافيه. وقتها كنت بزور شرم الشيخ باستمرار، وكنت مشهورة هناك خاصة في خليج نعمة بيه، وكنت مشهورة بالرقص هناك. وعلى الرغم من عدم احترافي بعد، كنت برقص كسائحة وزائرة للمكان فقط. اتجوزت وكان يحملني حتى لا تتسخ قدماي من الأتربة في الشارع، وبيطبخ لي. وكشفت أنها لم تكن تحبه، ولكن حنيته لفتت نظرها لي، واتطلقت منه بعد حصولها على عقد عمل في البحرين بشرط جزائي مليون دولار. وكشفت صوفي نار أن زوجها الأردني كانت عينه زايغة، وقالت: وأنا بمشي معاه كانت الرجالة تبص عليا وهو يبص على الستات التانية. وأكدت صوفي نار أن هناك رجال كبار في دول الخليج عرضوا عليها الزواج سرا دون التوقف عن عملها، ولكنها رفضت قائلة: معجبونيش، هما رجالة كبار في السن وأنا بحب الرجالة الصغيرة. وحكت صوفي نار أن والدها عندما اكتشف أنها تحب الرقص اجتمعت أسرتها وجدتها وعمها، وقال لها والدها: لو رقصتي مرة تانية هحرقك بالبنزين. فوالدي كان بيكره الرقص والتمثيل ويعتقد أن البنات مكانها في البيت. وكشفت صوفي نار أنها تنوي تقديم برنامج مسابقات لاختيار زوجها المقبل، فاللي عايز يسجل بقى في البرنامج ده. انتوا ايه رأيكم؟ الرجالة كلهم عينيهم زايغة؟ شاركونا في التعليقات ونشوف أسرار تانية عنها. صافي ناز أو صوفي نار بوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، كانت تعمل في البداية كراقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية. وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة دلع، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض في عيد الأضحى في عام 2013. هنا مع والدتها وكتبت عليها ماي لاف. ايه الراقصة الأرمينية صوفي نار. من ناحية أخرى، نشرت الراقصة الاستعراضية صوفي نار صورا من طفولتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. صافي ناز قامت بنشر صورة لها في المدرسة مع زملائها أيام الطفولة وصورة أخرى مع عائلتها، واتفقت التعليقات أن صافي ناز تتمتع بجمال مبهر منذ طفولتها. إيه رأيكم؟ أني واحدة فيهم بقى؟ وهنا وهي في طفولتها. من ناحية أخرى، نشرت الراقصة الاستعراضية أرمينية الأصل صافي ناز صور جمعتها مع والدتها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أهمها الفيسبوك. جاءت الصور احتفالا بعيد الأم، ووجهت تهنئة خاصة لكل أم، حيث كتبت تعليقا قالت فيه: كل عام وكل أم بخير، أحبك يا أمي.
باين أمها جميلة برضو، هي طالعة لها. يبان وشقيقتين، مش والدتها. كما احتفلت الراقصة صوفي نار بعيد ميلادها بأحد الكافيهات، حيث أقامت عيد ميلادها في حفل صغير اقتصر على حضور والدتها وشقيقتها فقط. ونشرت صوفي نار بعض صور عيد ميلادها 33 على حسابها على انستغرام، وتلقت كم كبير من التهاني. ده صور من عيد ميلادها، هي بتقطع التورتة مع شقيقتها ووالدتها. كانت حفلة عائلية صغيرة. من ناحية أخرى، قامت العديد من الدعوات من الوسط الفني ومن خارجه تطالب بطردها خارج مصر، وتقلدت هذه الدعوات العديد من الأوجه، مثل كونها تمارس المهنة دون ترخيص، ووصل الأمر بالبعض إلى اتهامها بالجاسوسية. صافي ناز وإهانة العالم المصري. وقامت الساقصة صافي ناز بارتداء بذلة رقص مكونة من ألوان العلم المصري في شهر مايو في 2014، في اليوم السابق لانتخابات الرئاسة. كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لها أما لبست بدلة الرقص دي. وعقب ذلك رفعت دعوى ضدها اتهمتها بإهانة العلم المصري في 2014، وقضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في 2015 بتأييد حبس الراقصة صافي ناس 6 أشهر بتهمة إهانة العلم المصري، وصدر الحكم غيابيا لعدم حضور المتهمة أو دفاعها، ثم برئت من التهمة. ومؤخرا عقدت الراقصة الأرمينية صافي ناس مؤتمرا صحفيا بأحد الكافيهات بمنطقة الدقي لكشف كواليس القبض عليها بسبب إهانتها للعلم المصري. وقالت إن رقصها بالعلم كان رسالة حب لهذا البلد ولم تقصد إهانة مصر وشعبها. وشددت الراقصة الأرمينية صافي ناز على أنها لن تترك مصر التي تحبها بسبب من وصفتهم ب2 أو 3 وحشين، في حين أن 90 مليونا يحبونها، موضحة أنها تستقبل مئات الاتصالات يوميا تؤكد حبهم ودعمهم. من جانبه قال إيهاب السعيد محامي صافي ناز أن الراقصة قررت الاستثمار أيضا داخل مصر بإنشاء شركة، واستخرجت من وزارة القوى العاملة للتصاريح اللازمة برأس مال 3,500,000 جنيه، واسمها عروس البحر. وظهرت صافي ناز خلال صورة وهي ترتدي الحجاب، وكانت هذه الصورة أول صورة تنشرها صافي ناز بعد حصولها على حكم البراءة من إهانتها للعالم المصري. دي الصورة اللي نشرتها، كانت لابسة غطاء للرأس أو شبيه بالحجاب. من ناحية أخرى، تصدرت الراقصة صافي ناز قائمة الأشخاص الأكثر بحثا على جوجل في مصر خلال 2014، متفوقة بذلك على الكثيرين. وإليكم صور للراقصة نور مغربي شبيهة صافي نار. برأيكم هل الشبه كبير حقا؟ شاركونا في التعليقات. اللي على اليمين دي نور مغربي، اللي على الشمال دي صافي ناس. ايه رأيكم؟ تشبه لها كتير؟ اللي على الشمال صافي ناس واللي على اليمين نور مغربي. دي صافي ناس طبعا كلنا عارفينها. من ناحية أخرى، موقف صعب تعرضت له الراقصة الأرمينية الشهيرة صافي ناز أثناء إحيائها حفل زفاف نجلة رجل أعمال شهير بمدينة الإسكندرية في فندق هيلتون بلازا. التزاحم الشديد من المدعوين لالتقاط الصور مع صافي ناز في نهاية الحفل دفعها للهروب من نافذة الفندق. يذكر أن حفل الزفاف شارك فيه إحياء كل من الفنان الشاب أحمد جمال والمطربة الشعبية بوسي وسعد الصغير، وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة في اسكندرية وهي هربت من الشباك. من ناحية أخرى، أيضا قالت محكمة جنح القاهرة الجديدة في 12 أبريل 2016 بمعاقبة الراقصة الأرمينية صافي ناز ومدير أعمالها بالحبس
6 أشهر وكفالة 5000 جنيه، وتغريمهما 10000 جنيه لكل منهما في القضية المتهمين فيها بالرقص بدون ترخيص بأحد فنادق التجمع الخامس. وكانت إدارة المصنفات الفنية قد حررت محضرا للراقصة صافي ناظ بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص. واضطرت الراقصة صافي ناظ لإلغاء فقرتها في حفل مقام من أجل تنشيط السياحة في شرم الشيخ، حيث تعرضت لشرخ في ركبتها إثر انزلاق قدمها خلال جلسة مساج في غرفة السبا، وهو ما أسفر عن شرخ في ركبتها اليمنى ونقلت إلى المستشفى التي عالجتها. مشاكل كتير عانت منها. كما تعرضت أيضا صافي ناظ مؤخرا في 24/3/2016 لوعكة صحية مفاجئة ألزمتها الفراش، ونشرت مجموعة صور لها على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه بوجه شاحب، وعلقت عليها بقولها مريضة. جمهور الراقصة الأرمينية انهال عليها بالتعليقات التي تتمنى تعافيها السريع، وتساءلوا عن طبيعة مرضها، لكنها لم تذكر ساعتها أي تفاصيل. دي الصورة اللي نشرتها وكتبت عليها أنا مريضة، وجه شاحب. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.